تنجم تقول معاه وتنجم تقول زدها. كيفاش؟ ما عنديش فكرة كبيرة عليهم برشا، خاطر ما ثم اللي تبعوا الإسلام والدين وثم اللي ناويين معناتها على حاجات أخرى. كل شخص، كل جمعية، كل منظمة تنضوي تحت النظام هذا تاع دولة القانون والمؤسسات تسترخص من السلطات المعنية والله يبارك. أما العيب كيفاش هذا معناها هم بكلهم مش ماخدين رخصة، عليه هذا تسيب ويرتع ويصول ويجول كما يحب وعليهم كبشين كان في هذوك ضدها. وعليش؟ البلير مش قاعدة تخدم وعبيد دبلومية وقاعدين بطالة ومشي داخلة في حياة البلير من الاخر. ليلة كاملة يحكيوا البارح كسروا لي راسي. انت معاه ولا ضد الباهلي وعليش؟ زد شنيا بلا حق يعمل خيمة في الشارع كيك بدعاية العبيد. انا رأيي معاه، علاش؟ خاطر الشعب التونسي تفقر ياسر في الدين، عنده 50 سنة تو لازم يدعيهم من جديد، يدعيونا الاسلام من جديد، نتعلموا شويه اسلام. ضد ضد. علاش؟ هكاك نحتفظ بين الروح. اما عمليه اللعيبه في الوسط قاعدين يلعبوا فيها، لي جوش قاعد يلعب فيها ويدس في أما ناس مندسين معهم يعملوا لهم الحي ويعملوا لهم قميص وكل العمامة الفوقانية ويقول لك هذا إخوان وحكة. فهمني؟ بالنسبة للإخوان السلفية خطيئة وأبرياء من الحكاية دي، مش يخدم مش يوزع دعوة، ما عندوش حاجة أخرى. نحب ربي ونرمان نسمعهم، أنا مفهمش ضرر للعباد نسمعهم الحكاية للعباد ذي كان، خاطر نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ونعرف فما ربي. والله ضد، على خاطر نحن تونس بلاد اسلام بلاد مسلمه، يعني ماناش حشنا بعباد باش تحكينا على الاسلام والا على الاسلام الخايب اللي هما يحكيوا عليه، والا باش يدعيوا العباد باش تجاهد في سوريا ولا باش يجاهدوا حتى ضد حتى الشرطه ولا ضد الجيش. يعني نشوف فيها حاجات زايده وحاجات باش تزيد تدخل البلاد في حيط اكثر ما هي داخله. انا معاه. وعلاش؟ فهمتني؟ على خاطر يجي شوف انت المحتوى اللي قاعدين يحكوا فيه، اسكو شيء مخالف اصلا شرع ربي ولا ما واش مخالف شرع ربي؟ فهمتني ولا ديما ارجع هما فيش قاعدين يبثوا، هما اصلا قاعدين يصلحوا في معتقدات نتاع العباد والافكار نتاعهم، فهمني؟ ويدعوا الى قيم ساميه. ني ماني بليس ضد الخيمات الدعوية. وعلاش ضد؟ خاطر ما نعرفش انا بون، خاطر ظاهره غريبه بالحق، تعود ناس عليها معناها قبل معاه. وعليش هكاك ضد؟ وعليش مسخرة ضد الخيمات الدعوية؟ وعليش لأنك معناتها فوضى تولي واحد لازم ترخيص هو ضد. وعليش خاطر ضد وكها ضد؟ خاطر ما يساعدش، أول حاجة ما يساعدناش نحن وما يساعدش دولتنا كتونس، وهذا راجعين بالتوالي مش مانيش قاعدين نقدمه. ضد كومبليتمون ضد. وعليش؟ ما نحبش، كانت كان فما حاجة فما جويمة ما بيان سور خاطر تهدي العباد وفما برشا عباد معناها نشوف أنا باغ إكزومبل برشا دي سيكونس في فيسبوك بالحق معناها شباب وقعت هدايته معناها. والله تعرف أبن حاجة صارت بعد الثورة عندي أنا هي الخيمات الدعوية. علاش؟ شعب تونسي 150 سنة تهميش، عباد ما تعرفش دينها سبحان الله، تجي تو أنت مش واحد باش يعلمك دينك، مش يقول لك راهي الصلاة واجب، راهو الحجاب واجب، حتى العباد اللي تحكي عن النقاب ماهوش واجب، احنا وقت وفتنا سبحان الله، تاك شوف أنت يغزر على اليمين وعلى اليسار، البنات كلها عليا يا صاحبي، أنا كمواطن تونسي مثلا في المجتمع هذا مانيش معرس، مش كيفاش تحبني نعمل؟ مو باش نفسد ولا؟ إذا ما لقيتش شكون يرجعني ويقول لي راه هذاك حرام، راه هذاك عيب، إيش باش نعمل؟